الناس يكتبوا عليا انني كافر وانني جاهل، وانا جلست معهم ذكرت معهم ربما جاهل بجهلهم بي، ما عرفونيش انا من سوس، وسوس في مدارس عتيقه والناس ديال سوس بحافظة القران ما عارفينش هذه القضيه، يمكن كيشوفوني غير ذاك لوزيلي لابس الكومبلي واللي كاس في الرباط نساو بان منين جيت. اقبح كتاب عذبني في القراءه هو كتاب ابن خلدون، متعب في الحقيقه كرهته، حتى قال واحد الجمله وهي تعجبني، قال اذا دخل الفقيه السياسه افسدته وافسدها. لذلك انا كنتمنى ان الفقهاء نبقاو نناقشوا الامور الدينيه يبعدوا على السياسه، خليونا شويه خليونا شويه نتذكروا نتكلموا نتبادلوا الاراء ديالنا. راه ليس راه راوي الكفر ليس بكافر، راه الحوار والنقاش راه يجدد الدين ويقويه، راه التزمت والقمع واعتبار الاخر كافر وجاهل وان انا فقط الذي املك الحقيقه هو مفسدة كبرى، إلا ما قلت مفسدة مطلقة، لأنه كيقول الحكم المطلق هو المفسدة المطلقة كما غلط. فكذلك هذاك الحكم المطلق في مجال التفكير مفسدة المطلقة.